بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. في صوره بلاغيه اخرى وردت في سوره البقره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان. عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين هذه الصوره البلاغيه الرائعه في القران الكريم وفي هذه الايه المباركه ورد فيها عمليه تركيبيه في التشبيه ان الله سبحانه وتعالى قد حقق من خلال هذه الايه القرانيه هدفين وقد اوصل القارئ او المستمع الى حكم لقضيتين. القران يتحدث اولا عن الذين ينفقون على الفقراء ثم يتبعون ما انفقوا من واذا؟ يعني يحول عمليه مساعده الفقير وانتشاله من فقره يحولها من عمليه مريحه عمليه منتجه بناءه الى عمليه سلبيه. يتبع ما انفق بالمن والاذى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الحكم الاولي لهذا العمل هو البطلان. الايه القرانيه انطلقت بالبطلان لاهميته. القرآن حينما يقدم شيء يريد ان يبين اهميته، اهميه النتيجه في هذا العمل ان انه عمل باطل والمقصود بالبطلان هنا ليس عدم وصول الاموال الى الفقير وليس عدم استفاده الفقير من الاموال، انما بطلان ثواب المنفق، المنفق يرتجي امران، امر في الدنيا بركه في امواله. وأمر في الآخرة ثواب وجنة ورضوان من الله سبحانه وتعالى الله جل وعزت قدرته ابتداء يقول بأن هذا العمل باطل لا ينتج لا دنيا ولا أخرى يعني كيف يكون باطل هنا القرآن جاء بصورة ثابتة وراسخة واتضح حالها من المسلمات في الدين وهي قضيه الرياء ان الانسان المرائي اعماله باطله بشكل مسلم لماذا باطله باطله عند الله سبحانه وتعالى لماذا باطله لانها لغير الله واضح النتيجه كما تقول بعض الروايات ياتي يوم القيامه فيقال له اذهب وخذ اجرك ممن عملت له لمن كنت تعمل حتى يقولون عنك فلان فعل كذا وكذا او حتى شخص الشخصيه الفلانيه تقول عنك مثلا انك صليت وصمت وما شاكل ذلك، اذهب اليه وخذ اجرك منه فعملك باطل. هذه من المسلمات هنا القران الكريم جاء وربط الانفاق بالمن والاذى، طبعا الانفاق لا هنا في المن والاذى ليس شرطا ان يكون رياء. يعني لعل الإنسان ينفق في سبيل الله لكن هو بعد ما ينفق يتبع إنفاقه بالمن والأذى فهنا القرآن يقول له أنت والمرائي أمركما واحد لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي هنا أداة التشبيه الكاف كالذي ينفق ماله رئاء الناس إذا الأمر التشبيه الأول ربط الانفاق مع المن والاذى بالانفاق مع الرياء. ثم جمع هذه الصوره الانفاق مع المن والاذى والانفاق مع الرياء جمعهم اثنينهم وراح شبههم بأم بامر اخر مثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الصوره الجديده صوره ابتكاريه ان هناك حجر عليه شيء من التراب هذا الحجر اصابه مطر شديد ازال عنه التراب تركه صلدا ليس فيه نفع لا يستطيع صاحبه ان ينتفع منه حتى بمقدار هذا التراب الذي كان عليه حيث لا يستطيع ارجاع التراب بعد ان اصابه المطر فأي صورة هذه؟ يقول: أيها الإنسان المرائي، وأيها الإنسان المنفق مع المن والأذى، وضعكم عملكم هذا مثل الشخص اللي نعم عنده حجر صلب عليه شيء من التراب، اجت مطرة شديدة جداً أصابته فأزالت عنه كل شيء وتركته صلداً ليس فيه نفع. هذه الصوره امامكم انتم كذلك انتم حجر ستكون اعمالكم كحجر ليس فيه نفع صلدا لا تقدرون على اي شيء مما انفقتم ليس لكم الانتفاع وليس لكم القدره على الانتفاع من اي شيء من اموالكم التي انفقتموها سواء ما كانت منها رياء او سواء ما كانت منها آآ آآ على أساس المني والأذى أنكم تتبعونها بالمني والأذى القرآن الكريم حينما يوغل في في التصوير السلبي لهذه الحالة حينما يعطي هذه الصور الفاقعة في السلبية ماذا يريد أن يقول أو ماذا يستهدف إنه يستهدف عملية بيان لاهميه ترك هذا الموضوع. ايها المؤمنون العمل المنتج يجب ان يخلو الانفاق لا سيما الانفاق الذي هو موضوع البحث يجب ان يخلو من هاتين الصورتين الانفاق مع المن والاذى او الانفاق مع الرياء لان النتيجه انكم لا تحصلون على شيء هكذا يعني بالنتيجه كحجر ليس فيه شيء وغير قادرين على الانتفاع منه اعاذنا الله واياكم ذلك والحمد لله رب العالمين